مرحبا مشاهدين ومتابعين إن مضى بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اللي دائما نطلع عليكم بآخر أخبار الفاشن بكل العالم، فخلونا نروح بجولة سريعة بآخر أخبار الموضة هالأسبوع مع بعض. ماركة مايكل كورس العريقة تطلق حملتها الجديدة لأزياء ربيع وصيف 2022، واختارت مدينة نيويورك كموقع للحملة. وجه الإعلان العارضة كيندل جينر. تصوير الحملة جرى على سطح برج بروسبكت في منهاتن من قبل الثنائي الهولندي الشهير أنيس فان وفينود ماتادين. مشروع ساعة متطورة مرتبطة بنظام تشغيل محدث وتصميم تكنولوجيا محسنة وفرص تخصيص إضافية، هذا ما تملكه ساعة تامبور هوريزون لايت أب الجديدة واللي أصدرتها لويس فيتون. الساعة تعتبر نموذج جديد ضمن جيل الساعات الذكية الفاخرة وشديدة التطور. علامة ألكسندر ماكوين عرفت بأنها تقارب التصاميم بين أزياء الرجال والنساء. يظهر هذا بالكشاكش الواسعة على طول القطعة المصنوعة من الفاي بوليستر، وهي مستمرة بهذا النمط ضمن مجموعتها الجديدة 2022. هاي اللمسة التزيينية تظهر على القمصان والسترات القصيرة المفصلة للجنسين، إضافة إلى سترات التوكسيدو والقمصان الرجالية والسراويل القصيرة. من آخر أخبار الفاشن اللي مليانة حيوية لهذا الأسبوع، خلونا نروح ونشوف البراندات العالمية اللي دائما تفاجئنا بقصصها الغير شكل. خلونا نشوفها مع بعض سوا. ربما يعتبر دولتشا أند جابانا هي أحدث براند إيطالي في الصف الأول بالعالم، لأن ما مضى على تأسيسه غير 40 سنة فقط. مؤسسي دار الأزياء الفخمة هذه هم الإيطاليين دومينيكو دولتشا وستيفانو جابانا. خلال هذه العقود الأربعة أنجز دي إن جي كما صار يعرف اختصاراً العديد من المنجزات، من ضمنها إصدار لخطوط إنتاجية خاصة بالألبسة الرجالية وكذلك بالعطور والأحذية، ونال على أثرها عدة جوائز تخص عالم الأزياء. خلال الأعوام العشر الماضية تضاعفت القيمة السوقية لدولتشا أند جابانا حوالي 3 مرات، بحيث صارت قريبة من المليار دولار، وأصبحت تتعامل مع العديد من المشاهير بالعالم مثل مادونا ومونيكا بيلوشي وليونيل ميسي. صحيح إنها صغيرة بعمرها، لكن بالتأكيد هي كبيرة بمنجزاتها. ومن دور الأزياء العالمية اللي دائما تفاجئنا بقصصها، وصلنا إلى فقرة الفاشن ديزاينر. خلونا نشوف هالمرة هاي التصاميم المختلفة والجديدة من نوعها، فخلونا نتابع مع بعض شنو حضرنا لكم بهاي الفقرة. مرحبا. طبعا اليوم أنا كلش 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 سعيدة بلقائي ويا جون لوي صباجي العالمي المصمم اليونيك من نوعه. كلش رح نسولف بهواية تفاصيل بالعراقي وغير العراقي، ونروح للعالمية ونرجع للبنانية، كلها ويا جون. هاي التفاصيل رح ترافقنا اليوم بحلقة مميزة بإن موضة، فأنا اليوم كلش سعيدة رح أكون ويا. يا مرحبا. مرحبا. شلونك؟ شو الله. الأخبار؟ الحمد لله. لازم تتعلم عراقي، لأن رح نسولف هواية. لازم أكيد. نحكي هواية أشياء وتفاصيل. أنا كتير مبسوط إنك اليوم هون وإنك بالأتوليه عنا. وأم سوبر اكسايتد للقاء رح نصير انا وياك وندردش انا وياك. واني همينه باللبناني وبالعراقي. باللبناني وبالعراقي اكيد. ثانك يو. اريد اشوف اتفرج قبل ما نسوي اللقاء اكيد، حتى اخذ افكار واشياء واسئله عميقه من التفاصيل اللي أكيد. عندك اكيد. بليز. ثانك يو. هذا الاخضر. طبعاً أنا تفرجت على الكولكشن الجديد مالتك، وبنفس الوقت الديزاينات اللي تجنن، أنا معجبة بيها شخصياً، أكيد مشاهدين هينعجبون بيها، فخلينا هسا نسولف تفاصيل أكثر عن جون. والبابا من one of the big designers
كان بلشوا بالايتيز، وكان واحد من المصممين تبع لبنان يلي من اللي اسسوا الفاشن بالبلد. وانا خلقت بهالاتوليه وعيت على هالدنيا بين الفساتين، والبابا كان الديزاينر تبع رويال فاميلي بالسعوديه، سو وعيت على فساتين كوتير كلها تطريز وكلها شك. سو من انا وصغير مثل ما بقولوا شربين من هاي الاجواء، هالاجواء. سو عندي هالريتشنس بالتصميم وبالذوق وبكل شيء. فتت على الجامعة عملت جرافيك ديزاين، لانه كان عبالي اوريدي كان عندي هيوج باك جراوند ان فاشن، سو عبالي نمي ماي نولج بشيء ثاني. سو اي تشوز جرافيك ديزاين. عملت جرافيك ديزاين لانه هيدا الشيء كمان كثير ساعدني بالجرافيكس على الفساتين، بالالوان، بكل شيء. سو من بعد ما خلصت جرافيك ديزاين سافرت على ميلانو، عملت ماسترز ان فاشن ديزاين بدومس اكاديمي بميلانو. سو درست سنتين هونيك، اول ما خلصت رجعت على لبنان، رجعت على اتوليه الوالد وبلشت اول كولكشن لإلي. تخيل اليوم انت مصمم عالمي مشهور معروف محبوب ايفن حتى من المشاهير. الفكرة من عندها انه المصمم بس يبلش موهبة ولا دراسة؟ اكيد انا بلاقي انها موهبة. دراسة بتنمي الموهبة الموجودة، صحيح، بس الواحد ما في يدرس الذوق، بس اكيد انا بقول هيدي موهبة الحمد لله. يعني اذا انت موهبتك عظيمة، لانه احنا نقدر نشوفها اليوم على هواية ناس ايفن مشهورين وغير مشهورين، بس من المشاهير اسم الله. يعني خلينا نبدي بالوطن العربي، مايا دياب، نانسي عجرم، غيرهم همينة، وبنفس الوقت عالميا يعني بالنسبة لي معجبة بفستان بيونسي، يعني توز اميزنج. صعب التعامل اليوم ويا المشاهير؟ اكيد صعب التعامل مع المشاهير، بس بنفس الوقت كثير حلو. يعني انا لحديت هلا كل الاكسبيرينس تبعي مع المشاهير الحمد لله، يعني ان كان اللي انكتبت بالصحافه، ان كان النقد اللي صار، الحمد لله كله كان ايجابي وكله كان بهر باللي قدمته. طيب اليوم اني شفتني وتعرفت علي ويمكن فهمت شوي نوعا ما الستايل مالتي، او خلينا نقول الشيب مالتي، اذا حبيت تختار لي فستان وانه اني البسه منك، شنو ممكن تختار؟ هلا اول ما شفتك اسم الله عليك، عندك طله مميزه وبنت حلوه كثير حضرتك. سو اول ما شفتك ما بعرف ليه تخيلتك ببرنت، اول ما شفتك تخيلتك بجاكيت من عندنا يلي عليه هي سنيك برنت، فهيك حسيتها بتلبق لجسمك ولجمالك وللون بشرتك. ثانك يو. يعني هسه انت رح ممكن تنقي لي شيء البسه ونشوف انه انت شلون تخيلتني. الانعكاس هذا مثل ما تعكسه بصور هوايه نساء، صور هوايه مشاهير، انا اريد اليوم اشوفهم الانعكاس اللي انت تخيلتهم به. خلينا نشوف شنو ممكن تختار لي وشنو يرهم وياي. يلا. اذا هذا الستان صح رح يكون؟ مزبوط. تمام. شنو تتخيل، رح اختار الجاكيت ولا الفستان؟ ما بعرف، اختارهم اثنين. تمام اوكي، راح اختارهم واقيسهم. اوكي هلو. كيف لقيتها؟ انت كيف لقيتها؟ شلون شفتها؟ بالعراقي بيور اصلا انت عشت ايدك انت، يعني شلون خطرت على بالك رسم تروح عليها يعني؟ ما بعرف، اول ما شفتك دغري تخيلتك فيها. هاي أناملك أنامل، يعني الأصابع، هاي أطراف الأصابع، يعني حتى البولت شولدرز، الشولدر بادز اللي موجودين، عاطينك الطلة اللي بدك إياها، اللي أنت كنت متخيلني بيها إنه هاي القوة. صح، لأنه أنت امرأة جريئة وهيك جمالك وايلد. سو أول ما تخيلتك بهيدا القطعة تخيلتني بيها. صح، تخيل الفستان رح يطلع حلو ولا لا؟ اكيد يطلع حلو. متاكد؟ اكيد. يعني اتجرأ البسه؟ يعني ما لابسه اني هيك فستان ابدا يعني، وبرنت وهاي الاشياء ما لابسه ابدا. اوكي رح اشوفها. ثانك يو. ثانك يو.
دائما نكون فخورين ومبسوطين لما يكون عندنا مواهب من العراق بهذا الجمال. شخصيا جدا استمتعت بهاي الموهبة وتصاميمها الراقية والجميلة. أما هسا فخلونا نروح لفقرة مود بوتيك اللي دائما نجهز لكم بيها أوتفت غير شكل. هالمرة راح نحكي عن الجمب سوت وتفاصيله وشنو يرهم وياه وشنو ما يرهم وياه. فخلونا نروح المود ونشوف شنو جهزنا هناك. تفاصيل غير شكل، رح نهتم بطلاتكم وبالأوتفت مالتكم دائما وأبدا. الفكرة اليوم حابين نوضح تفاصيل كلش حلوة عن الكوت أو المعطف الشتوي. كل هاي الأمور كلش نهتم بيها، وبنفس الوقت احنا دائما عندنا منظور كلاسيك عن الكوت. يعني أي امرأة اليوم حابة تروح تشتري كوت راح تفكر أنه لا أخذه إلى مدى طويل، فلازم أختاره بألوان معينة وبنقشة معينة وبماتيريال معين. اليوم راح أسلط الضوء على عدة أشكال من الكوت، وعلى فكرة هنا من نقصد الكوت تلبسها كل بنوتة، كل امرأة بدون أي تقسيم على الجسم، يعني الممتلئة، الطويلة، النحيفة، القصيرة، لازم يكون عندها كوت بخزانته، صح ولا لا؟ أما أنا فعندي كل هذول بخزانتي حرفياً. الفكرة من عندها أنه حبيت نسولف عن أنه الكوت هالسنة اختلفت معاييره بخصوص الألوان. متعودين دائماً نشوفها بلون البيج أو الأوف وايت أو الأسود أو البراون أو دارك البراون. طيب هالمرة رح نشوف تفاصيل غير بالألوان، يعني دخل الأورنج واليلو اللي هو على خردلي وبنفس الوقت الزيتوني، وأنواع متعددة من الألوان. غير ذلك أكو كوت ممكن هيدا الترينش كوت يجي داخل بيه عدة ألوان مثل هذا الأسود والبيج. هذا يعتبر طبعاً ينلبس بالخريف وبالربيع وأيضاً بالشتاء، بس الفكرة أنه إحنا نتجرأ ونعتمد كوتات جديدة بخزانتنا. هاي تفاصيل مهمة، وبنفس الوقت ما ننسى اللذر كوت اللي هو موجود بكل سنة ومطروق، بس لازم نتجرأ أيضاً أنه هو دخل بيه تفاصيل معينة مثل الزرار اللي هي الدقمة، أو بنفس الوقت ممكن نضيفه للبروش عليه رح يطلع بطابع كلاسي. هاي الأمور كلش مهمة ننتبه عليها أنه إحنا شلون نختار الكوت مالتنا لهاي السنة. وعلى فكرة أنا كل سنة أتجرأ وأروح على الكوت المطري اللي هو ووتر بروف، الماتيريال مالته ووتر بروف. هذا النوع من الكوتات أنا ألبسه بكل وقت بالشتاء، يعني إذا أنا مسافرة أو إذا أنا طالعة، وبنفس الوقت همينة يدفيني وهمينة it's look nice. طبعاً تقدرين إذا ما جرأتي بهذا اللون تختاري بلون آخر، بس الووتر بروف كوت كلش مهم بخزانتك يكون. يعني هاي الأمور لازم كلش ننتبه عليها. غير عن ذلك اللذر فات ويا التريكو القماش التريكو فات اللذر، وهذا همينة واحد من أهم عناصر الكوتات اللي نشوفها بالأفلام والفيمس ديزاينر يلبسون يصمموا ويلبسون مشاهير. هاي الأمور كلش مهمة أنه أنت تكون عندك إياها وتنتبهين عليها. هاي بالنسبة للكوت وتفاصيل الكوت. رح أحكي عن البرينت كوت واللي هو الكاروهات أو المتعارف عليه هو الدستان. طيب هذا النوع من الكوت it's look like روب، بس هو حرفياً كلش أنيق، والمهم أنه أنت تعتمدي وتجرئي. طبعاً كلهم راح ألبسهم وراح أجربهم ويا هذا الأوتفت السادة. أنا تقصدت ألبس سادة حتى تشوفون إش قد الكوت بألوانه بتفاصيله يقلب الأوتفت مالتك واللوك غير شكل. هسا نشوفها سوية. وصلنا لفكرة النصائح السريعة بإن موضة. اليوم حابين نسلط الضوء على تفصيلة غير عن الأوتفت وتفاصيل الفاشن وبنفس الوقت التنسيقات. حابين اليوم نحكي عن البشرة وجفافها وبهتانها، خصوصي بفصل الشتاء، مما يعني أنه إحنا دائماً بفصل الشتاء تتعرض البشرة لجفاف أكسترا عن فصل الصيف. ليش؟ بسبب الهواء الجاف وبنفس الوقت البرودة، وحتى مرات حرارة الدفايات أو الصوبات اللي إحنا نتعرض لها همينة تنشف بشرة.
حضارتنا. فاليوم حابين نستخدم مواد طبيعية وسلسة وموجودة بمتناول إيدينا وموجودة بكل بيت إنه إحنا نستخدمها على بشرتنا حتى تنطينا فكرة إنه الترطيب المباشر على البشرة من ناحية الجسم أو الوجه. رح نبتديها بالعسل الطبيعي. طبعا يعتبر العسل الطبيعي مرطب كلش مفيد إذا طبقناه على البشرة الجافة. دائما فكرة أنه العسل أنه يكون لأنه حلو وبنفس الوقت لزج ينطي ترطيب مباشر على البشرة، بس إذا حطيناه بفكرة أنه إحنا شنو يقولون ندمجه على البشرة بإيد ناعمة أو حتى كفوف على البشرة ويا مي قليل حتى يبين أنه هو مو جاف على التفصيلة من البشرة، وبنفس الوقت أنه على جسمك همين تقدر تستخدميه. بس أهم شيء من بعد ما تستخدمين العسل اغسليه بمي فاتر مو مي سخن. أما من النوع الآخر اللي ممكن إحنا نستخدمه وموجود عندنا هو زيت جوز الهند النقي تحديدا. يعني هواي اكو زيوت، بس زيت جوز الهند نحن ممكن نستخدمه طبعا على شعرنا، على وجهنا، على ايدينا، حتى على الكوع الخاص بالايد، يرطبها جدا وبنفس الوقت ينطيها ترطيب عالي. بس اهم شيء انه تستخدميه لفتره طويله ودائما متكرره. اعني بفتره طويله يعني انه انت تخليه بالليل وتنامين بزيت جوز الهند، انه بعد ما تدلكيه على بشرتك او جسمك او حتى المناطق اللي هي عندك يبسانه، والصبح هو اوريدي يكون امتص البشره وحصلتي على بشره رطبه. الشغله الثانيه اللي اني ممكن يعني همينة احطها بفكره انه دائما صيف وشتاء، هذا مو بس تحديدا شتاء، هي الاوليفيرا. اوراق الاوليفيرا فتشي كلش مرطب للبشرة خصوصي الوجه. طبعا أوراق الأوليفيرا هي بكثافتها أو اللزوجة المالتها اللي إحنا ممكن نستخلصها من الورقة نفسها أو الجذع نفسه، يكون شكله هلامي طبعا. أوكي، نقدر نخليها على بشرتنا، على جسمنا، ونفس الوقت همنا على الأطراف، شنو يقولون، الكوع أو الركبة. هذا الشيء كلش مهم أنه هو يرطب البشرة وبنفس الوقت يساعد على أنه أنت تحصلين على بشرة نظرة أيضا، لأن الأوليفيرا هي مادة ممكن تفتح بشرتك بطريقة كلش حلوة وملحوظة. أما من ناحية الشيء الآخر اللي هو زيت اللوز اللي دائما يكون مليان بالفيتامين إي. طبعا الفيتامين إي ساعد على ترطيب البشرة وشدها وبنفس الوقت تفتيحها. تقدرين تستخدميه صيف وشتاء، وبنفس الوقت تقدرين تستخدميه لبشرتك ولجسمك وبنفس الوقت للشعر. جدا مفيد وجدا أنصح به. أما الشغلة الأخرى واللي هي أنا كلش أحبها، هاي الماما تسويها، اللي هي اللبن الحامض، أوكي، وملعقة من الحامض نفسه والعسل وشوية من الحنة حتى يكون لون مورد. هاي تقدرين تستخدمين هذا الماسك أيضا لترطيب البشرة، أوكي طبعا، بس هذا تستخدموه بس لمدة 10 دقائق تحطوه على البشرة، يرطبها وبنفس الوقت ينطيها نظارة حلوة ولمعة مميزة مثل لمعة وجهي. تمام، هاي التفاصيل كلش مهم انه احنا ننتبه عليها بالشتاء، تفيد بشرتنا. طبعا اليوم بفكرة البيوتي حابة نسلط الضوء من جديد على الايبرو ليفتنج. من قبل سولفنا بيها وحكينا بيها بتيبس سريع واحدة من الحلقات، اما اليوم خلونا نشوف تجربة حقيقية ويا انا شلون ممكن نفيد الايبرو وبنفس الوقت شنو الفوائد الليفتنج. خلونا نشوف. هلو، شلونك؟ شو الاخبار حبيبتي؟ جيدة؟ Yes. اليوم حابين نسولف على الايبرو ليفتنج وبنفس الوقت تجددي لي لانه صار شهرين ما مسوين احنا، فلازم نجدد صح؟ اكيد. يلا نبلش. اكيد. تقريبا نص ساعة، المواد بدها نص ساعة. تمام. أنا أعرف كل التفاصيل مال الأيبرو ليفتنج لأنه أنا من 3 سنوات تقريبا أول مرة بالعراق سويناها، صح؟ فالفكرة أنه بعض المشاهدين أو بعض الصبايا ما يعرفون تفاصيل عن الأيبرو ليفتنج وشنو فوائدها، فحابة تسولفين وياهم عنها. أكيد. راح تكون يعني الأورغانيك
كيراتين وموجودة بالشعر بالضفير وبسناننا الكيراتين. أوكي. فنحن بنشتغل يعني الخفيف نفس المادة بنعطيها يعني شوي بوش للشعر الحواجب. أوكي. هاي المادة اللي استخدمتيها 100% هذا الجيل. وفي طريقة تانية اللي هو كان أولد يعني شوي أكتر. أوكي. كان نستعمل جلو وبعدين بنحط هيدا المادة اللي هو كيراتين. صحيح الكيراتين. بيعطينا تخن شوي للحواجب وفيها تمشطها بطريقة اللي هي بدها إياها. يعني هيدا فيها تكون بمحل التاتو أو جيلات اللي بيستعملوا يوميا. وهيدا يعني هيدا الميثود بس للعالم اللي أوريدي عندهم حواجب. يعني أوكي. أنا كتير عالم بيجي بيسألني كيف مثلا بدنا نعملها بس أوريدي ما عندهم حواجب. فيعني هيدا كتير مناسب لشخص بيكون عنده حاجب بس الحاجب ما تبه مصفط مو مرتب فهو يحاول يرتبها. يعني هذا كلش نوت كلش مهم للبنوات انه اهم شيء تكون انت عندك حواجب حتى لو حواجب خفيفة او حواجب يعني كثيفة بس اهم شيء انه انت ما تكونين خالية من الحواجب. ليش؟ انه اوريدي ما رح تستفادين منها صح؟ 100% هو يعني الايبرو ليفتنج ما بيأثر على شعر الحاجب. كتير عالم بيسألني هو بيأثر على الشعر بيوعى الشعر او لا. هو اذا مادة تكون الاورجانيك وتكون بوقت مناسب كل شهرين ونص او كل شهرين تتجدد هيدا المادة ابدا ما بيأثر على الشعر الحاجب. ما يأثر على الحاجب لا. يعني هو البنات ممكن يفكرون ان هي تسبب تساقط او يتخفف الشعر. مادة الكيراتين هو يعني موجودة بالشعر وبتقوي شعر الحاجب. طيب اكو مرات ممكن بعض النساء ممكن يتحسسون منها صح؟ تقريبا ايه اعلم لي اعمل الزرق للحواجبها لانه نقية الشعر بتكون شعر الطبيعي. فانت بتزرعي على الحواجب هيدا الناس يعني لازم تكون طريقة شوي اخف من العالم اللي اوريدي شعر حواجبهم طبيعية. يعني بتأثر. وفي ناس مثلا عندها حساسية بنجرب شوي على بشرتهم اذا ما تحسس بنكمل على البشرة ويلا تبلش اذا بيكون عندها حساسية. حبيت على الالرجي. طيب كجمالا هي شنو توصفيها لاي برو ليفتنج؟ هو يعني اكثر شيء بيعطينا تخن على حاجب. والشكل يعني انت فيك تمشطيها ذوقك. ما عندك يعني هيدا الموديل عملتي تاتو لازم تمشي على هيدا الموديل لا. هي مثلا كل يوم مشتك تكون بالطريقه اللي انت بتحبها بالطريقه اللي انت حابه بيها تظهر بيها حواجبك وبنفس الوقت ناتشرال لوك صح وتبين انه هي سخينه اتخن الحاجب 100%. هذا شيء كلش مهم. كفيني شو خلصت ربع ساعة؟ صحيح. هسه شنو رح نسوي؟ منحط المادة الثانية هو كمان رح تضل ربع ساعة بعده منشيله منحط الفيتامين إي. وأكو شغلة كلش مهمة إنه إحنا لازم ننبههم عليها بخصوص المي. 100% اللي هي؟ اللي هو مثلاً بعد ما بتعملي الليفتينج ونحن يعني بنثبتها بطريقة اللي بدنا إياها بس دائماً يعني أحسن كل يوم بعد ما تغسلي وشك تمشطي الحواجب بطريقة اللي انت بدك اياها دايركت يعني بعد المي مباشره. انا اسويها شخصيا انه تمشطون الحاجب او حتى لما تصحون من النوم لانه مثلا تكون نازل الحاجب او صاعد فترجعون تمشطوها بالطريقه اللي انتم تنتبهون عليها خصوصي ويا المي صح. صح يلا خلينا نشوفوا من النتيجه. طب. هي اخر ستيب نحط الاويل وذاتس ات صح. كون خلصنا الايبرو ليفتنج اخذت ويانا نص ساعه وبنفس الوقت انه هي تدوم لمده شهرين تحافظين على شيء بالرموش سوري الحواجب اللي انت حاببتيها 100%. هذا الشيء مهم. ثانك يو سو ماتش. طبعا اني من محبين ومغرمين الايبرو ليفتنج. تنتبهون على التفاصيل اللي حكينا بيها وبنفس الوقت شفتوا النتيجه شلون ممكن تكون ناتشرال وبنفس الوقت تنطي ثخن للحاجب بطريقه كلش حلوه. وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نشوفكم الأسبوع القادم بتفاصيل جديدة وعناوين جديدة وضيوف غير شكل. نشوفكم على خير. باي باي.